يا رسول الله أبايعك على النصح للمسلمين، ما غشك النصحك. من أصحاب رسول الله جرير، اسمه جرير، هذا جرير جاء يبايع النبي، أسلم على يدي رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترط عليه، قال مع الإسلام بايعني على النصح للمسلمين، أنصح لإخوانك للمسلمين. قال ما يخالف يا رسول الله، أبايعك على الإسلام وعلى النصح للمسلمين. طيب، هذا شغله في بيع الخيل، بيع يشتري بالخيول. ذاك اليوم نزل إلى سوق البيع، شاف فد واحد رجل عارض فرسه للبيع، قال له بكم تبيعها؟ قال له 40 دينار. وإذا جرير يقول له لا هذا مو 40. قال له يعني جيت؟ قال له سعره مو 40، أنا صاحب خبرة في البيع والشراء، فرسك مو 40. قال له يعني 50؟ قال له لا فوق 50. عجيب. قال له 60؟ قال له لا فوق 60. 70؟ قال له فوق 70. قال له 80؟ ضعف يعني. قال له نعم 80 سعره. قال له عجيب. قال له انت اكيد فد واحد يعني شيء تريد تخلص وياي وقت، يعني مو شراي انت مو تريد تشتري. قال له لا والله هاي تفضل، هاي 80 دينار طيني. هذا يحسب بال 80 دينار والله صدق، اذا 80 ما كذب علي. راد يمشي، جرير ناداه قال له تعال انت مخبول، انت مسودا مجنون. قال انا عرضه ب 40، يقول له 35، تعطيني 80؟ قال له نعم. قال له ما يدفعك لذلك؟ قال له عهد قطعته مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اني يا رسول الله ابايعك على النصح للمسلمين، ما غشك انصحك. هذا مو 40، 80، ليش اكذب عليك؟ ليش استغل جهلك بالسعر؟ انطيك، ما عنده شيء، ما يخاف من شيء الا الله، الله تبارك وتعالى.